كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خوك سايس خوك لحمد الرياضي بمساهمة حتى شيء. أي نعم حتى شيء حتى شيء لمزي العربي. أعزير مستمعين سيدي خوي كرة القدم ولا عمود الفقهي ولا شيات ونعجبك سيدي خوي وين الماني من المنبر هذا ما نجم نقولكم كان الانتخابات سيدي خوي ربحنا فيها وأمورنا باهية ومختار سيدي خوي اليوم عندي عليه برشا خوار ذاك علاش حبيت نقول له مرحبا بك يا مختار وحضر لي روحك فهمت مخ موجود موجود يا غالي يا حميدة يا غالي يا جميل أمور كلها جميلة وأنا موجود بحذاك لأنه البطولة رجعت والتشامبيونز ليج رجعت وكوبا راب رجعت والأمور كلها باهية والفلوس قاعدة تدور وينك يا حميدة يا غالي يا دعوب. لا 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 سيدي خويا مانيش دعوب. يا باباي مادامنا توا في حالة وعي وقاعدين نحاربوا في الفساد أنا سيدي خويا جبت لك برشا بيعات مقطعة اللي أنت بلبزتها. أنت سي مختار كنت تعمل في حاجات ما تعملش شريت منا وجبت منا واخذت منا وشفت منا هذه حلقتك الأخيرة اليوم معايا في الحمد الرياضي فهمت؟ لا غادي فاش تعمل؟ يا ودي فاش تحكي؟ صدع لي بي ألف ولا يزيه سيدي خويا وذك علاش أنا مدامني عندي قناعات بالرئيس متاعنا سيدي خويا سي قيس باش نسمعك توا تسجيلات رهيبة متاعك أنت فهمت؟ لا يا غالي سرع النبي قلت لك ألف ولا يزيه. اسمع سيدي خويا التسجيل الأول أنت وحكم عام 2003 يا سي عز الدين أي نتفهم وتاخو كسور مذيكة وتولي أمونا جميلة ولا واسمعني الطرح خارج هنا إكس عايش قولك سيدي خوي مصوتك هذا؟ لا مو صوتي غلط هذايا فوتوشوب بالله بل فوتوشوب في الصوت. اسمع مالا تسجيل هذايا تاو سيدي خوي يا علانة الماتش هذايا لعب عليه ورقة نحبوا يوفى 3-2 يا بابا وتجي الفلوس وتذوق الفلوس يا غالي راني المخ يا بابا الفلوس ما لعبش معاها تفهمنا ولا 3-2 تفهمنا ولا اوكي بابا 3-2 يرحم اللب اللي جابتك يا غالي بابا باي باي عطول اسمع ودي مغزر يمين يسار فماش شكون يا بابا مش انت هذا زيدا يا لطيف يا حميدة اللي جبتهم الروب شنو اللي منين جبتهم سيدي خوي هذو ما التسجيلات ويلا مادامنا قاعدين في الاستقالات ونطردوا في الجماعة وفي الإقالات اخر حلقة اليوم بحذية ويلا باي باي وز غرابك معك فهمت لا غرابي ما عمل شيء هذاك الغالي الجميل لا لا حتى غرابك عنا عليه تسجيلات خلينا رايدين نبل بزوعان سايس خوك